السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to E-Adem. Let's speak about our plan for Idris إن شاء الله. And speak about Arabic language from العربية بين يديك. Just make revision إن شاء الله. Now let's go. التدريب الثاني، هات جملا كما في المثال. المثال: هذا أخي، هو مدرس. التدريب الثاني، هات جملا كما في المثال. المثال: هذا أخي، هو مدرس. التدريب الثالث، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: من أين أنت؟ أنا من باكستان. التدريب: التدريب من أين أنت؟ أنا من تركيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.